سيد الرئيس، سيد الوزير، سيد الوزير المحترم، بغينا غنعرفوا واش وقع لهذه الحكومه، بغينا غنعرفوا واش وقع داخل هذه الحكومه. سيد الوزير، استقاله الاطباء، احتجاجات ديال اصحاب النقل، المارشيات مشلولين، الناس الاثمنه خياليه، واش ما تفكروش فيهم؟ الساعه ضافت هذه الحكومه ضد المغاربه، بغينا غنعرفوا هذه الحكومه واش خدامه مع هذه المغاربه ولا خدامه مع شي جهه اخرى. للاسف الشديد، لان كل شيء يحتج، اطباء تحتجوا، صحاب النقل تحتجوا، المغاربه تحتجوا، لان كرفستهم وكرفستوا لهم ولادهم في هذه الزياده لهذه الساعه بلا ما تستشروا مع المغاربه. تراجعات على مستوى القطاع الصحي كارثي. هو ذكر الزميل ديالي تنغير، وانا نعطيك مثال بوزان. سيد الوزير، جينا لعندكم البيرو ديالكم، سلمنا لكم القطع الارضيه، درنا كاع داكشي اللي طلبتوه، اطلقتوا الدراسه وكل خطره تضمطلوا فينا. الان تنشوف كانت واحد 88 مليون ديال الدرهم مخصصه لوزان، ما لقيتهاش في الميزانيه ديال 2019، ما عرفناكم فين رحلتوها. الان انتم السيد الوزير، هذا المستشفى ديال وزان راه بناوها النصارى في العهد الاستعمار، في العهد الاستعمار بناوها النصارى. هذا المستشفى ديال وزان اللي كانت ديك الساعه ديال 60,000 نسمه، دابا عندنا 350,000 نسمه. هاد السبيطار اللي بناوها النصارى وداروا الخير في الناس، انا تنقول في الحقيقه النصارى الحقيقيين هما الان اللي ساهرين على الشان ديال التدبير ديال الشان المحلي، ومخليين المسنين تيموتوا، مخليين الحاملات تيوضعوا تيموتوا اثناء الولاده. ما كاينش اهتمام، ما كاينش زعما، كان هذه الحكومه ما عندهاش الضمير نهائيا، ما تفكر حتى بشي واحد نهائيا. التفكير الواحد والاهتمام الواحد هي التعيينات في المناصب الساميه والاماكن اللي غادي تبلاصيو فيها المقربين. سيد الوزير، عار وعيب، تنترجاوكم، تنترجاو من هذه الحكومه رأفة بالمغاربه، رأفة بالمواطنين، رأفة بهاد الناس اللي تموتوا، ترحموهم، راكم انتم مسؤولين امام الله وامام العبد. عار عليكم وعيب تخليوا هذا الوضع الكارثي اللي غادي به بلادنا. الوضع لا يسري في السيد الوزير، الوضع لا يبشر بالخير، وانتم كانكم عايشين في شي عالم اخر، عايشين في شي قاره وحده اخرى. ولهذا تنطلبوا منكم سيد الوزير، من الحكومه ككل، رجع ذاك القرارات العشوائيه اللي تمشوا فيها اللي تضر بالمواطنين، بحال القرار ديال الساعه، بحال القرار اللي الان احتجاجات، وحتى شي واحد ما تكلم مع اصحاب النقد. مشكل كبير جدا على مستوى القطاع الصحي. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمه